سيداتي أنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم، أجواء جميلة قبل كل شيء. اللقاء سيقام في طقس رائع جدا بصراحة، جو كورة، جو يساعد اللاعبين على التألق، لذلك نتوقع أن نشاهد كرة قدم ممتعة. حديث للاعبين، يلا أعطوني ما لديكم، قدموا الكرة القدم اللي ننتظرها اليوم. هذه هي متعة كرة القدم، الأجواء المشتعلة في المدرجات، كل شخص يتمنى أن يكون من بين هؤلاء المشجعين، أن يكون جزء من هذا الجنون. أين أنتم؟ لماذا لم تحضروا لتعيشوا هذه الأجواء؟ شيء غير عادي يا جماعة. وركلة البداية، يحاول استفادة من زميله في جانب الملعب، قراءة ممتازة من الدفاع. كرة طولية ممتازة نحو الهجوم، يسيطر على الكرة، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، يستعيد الكرة مرة أخرى، يلعب كرة طولية إلى الأمام، يحاول أن يلعب كرة بينية، كرة إلى الأمام، المملكة العربية السعودية يحصل على الكرة مرة أخرى، تغيير لاعب على الأجناب، لاعب في الأمام في مكان التسلل، كرة طولية من الحارس، تلعب الكرة إلى الأمام، سيستلم هذه التمريرة الطولية، لمسة بينية، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، تسديدة ومرة ثانية، هدف للمنتخب السعودي. كرة ذهبية، لا يمكن أن ترفض الهدية. التقدم في هذه اللحظات بهدف مقابل لا شيء. كرة طولية إلى الأمام، تغيير لاعب على الأجناب، كرة عرضية والتسديد،
وكرة في اتجاه المرمى، جول. بلا رقابة، وبالتأكيد في مثل هذا الموقف مستحيل أن يضيع الفرصة. بهذا الهدف، بهذا التعادل، تعود المباراة إلى نقطة البداية. يبحث عن المهاجم، فرصتهم للمرتدة. يلعب كرة على اليسار، مرت الكرة بشكل جميل. أبعدوها، يمر ويلعب كرة بينية. وفي هذه اللحظة صافرة حكم المباراة لإعلان نهاية الشوط الأول. ركلة البداية لمواصلة هذه المباراة. المملكة العربية السعودية تقريبا كان يلعب وحده، عديد من الفرص، التسديدات، المحاولات، ولكن بدون أن ينجح، بدون أن يستثمرها بالشكل المطلوب. إذا ما استمر الوضع عليه أخشى أن تعاقبهم كرة القدم بعد ذلك. كرة من جهة اليمين، يحاول تمريرها من بين المدافعين. الحكم المساعد لم يرفع الراية، تم إبعادها بشكل جميل. ضغط قوي وينجح في استعادتها. الحكم يشير لوجود خطأ، ضربة حرة. كرة تمر بسلام على المدافعين، لمسة بينية، باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. تمريرة قوية أكثر من اللازم، فرصة سانحة، يلعبها ببراعة. جول لكوريا الشمالية. ومع هذا الهدف تكتمل العودة في النتيجة. تحرك في منتهى الروعة، راوغ المدافعين وكأنه لا يرى أحدا في طريقه.
ولديهم تقدم بهدف وحيد. وهذه رمية جانبية، يمر يلعب كرة بينية، رمية جانبية إذن، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يحاول أن يلعب كرة بينية، هل ينجح في المرور؟ بعتت ومرت، وصلت تسديدة في اتجاه المرمى. يلعبون ركنية قصيرة، كرة عرضية، لعبة جميلة، تسديدة أجمل، فشل في أن يقابل كرة بطريقة صحيحة. كرة إلى الأمام بضغط قوي، تمكن من افتكاك الفرصة للتسديد. تحرك جميل لكن التسديدة لم تكن بالدقة المطلوبة. يتوقف اللعب الآن لتبدأ التغييرات. مرت الكرة، يبحث عن زميله، لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يحاول أن يلعب كرة بينية. يحاول تمريرها من بين المدافعين، يا سلام على المرور الجميل. يحاول لعب الكرة بالرأس، تدرج جميل بالكرة، إيصالها المنطقة بشكل جيد، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن موفقة. يبحث عن المهاجم، هي صافرة النهاية. خسارة صعبة في مباراة اليوم بعد أن تقدموا في النتيجة، الكثير توقع حصولهم على الفوز، هذا الأمر لم يحدث بعد تراجع أدائهم بالذات بدنياً.